السلام عليكم يا جماعة الخير، اليوم عندنا مقطع جديد علشان نحلل فيه أكبر تريلر ينزل على تاريخ وجه الكرة الأرضية بالنسبة لعالم الألعاب يا جماعة. هذه أول صورة يا جماعة الخير، راح نلاحظ إن عندنا عالم جدا كبير، والشيء اللي لاحظته الآن إنه بكل مدينة محاطة بالمياه من كل مكان يا جماعة، يعني أحس إن إحنا بنكون متواجدين على عدة جزر يعني تمام، وننتقل بين هذه الجزيرة وهذه الجزيرة، هذه المدينة مين موجودة على الجزيرة، بتشوف الآن المنظر ما أحلاه يا جماعة، الطيارة هنا، العصافير هنا بهذا المكان، أشوف حتى الشوارع جدا حلوة صراحة يعني، فالجرافيك لا يعلى عليه الآن يعني، خلينا نشوف، أوكي؟ أوكي، هنا عندنا تقريبا مثل هذه كأنها سجن يعني، ولكن راح أشوف الآن أكثر، لأن هذه أكيد راح يدخلون بالموضوع شيئا فشيئا. طبعا احنا راح نلاحظ انه بالفعل هذا سجن، وهذه اسمها لوسيا يا جماعه الخير، شفتوا كيف نادتها يعني، الان مسجونه راح تكون، هذه احدى شخصيات اللعبه الرئيسيه راح تكون يا جماعه الخير، راح نلعب فيها. فتحليلاتي راح تكون راح نبدا بمشهد نوعا ما بيكون سارقين شغله كذا، عاملين عمليه سرقه ودخلنا السجن، وفكرتنا نحاول نطلع خطه نطلع من هذا السجن، اوكي؟ لان لاحظوا ايش راح تقول الان. Do you know why you're here? انت تعرفين ليش انت هنا بالان؟ Bad luck, I guess. بقول لك حظ سيء اتوقع، او ابدا ما اتوقع، احنا شفنا عده لقطات هي جالسه تسرق بقاله او شيء من هذا القبيل يعني، او انها تسرق بنك ما ادري يا جماعه، في اشياء كثيره يعني، ولكن الفكره انا دخلت السجن، واحده من الشخصيات الرئيسيه، اتوقع راح نلعب فيه واتمنى كذا يكون يعني، ونحاول نهرب لبرا. انت تخيل معي كميه تفاصيل اللي بدينا نسويها بجراند 6 من ناحيه عمليه خطه الهروب يعني، ممكن نفجر الحيطان، ممكن نسوي اشياء جدا كثيره يا جماعه الخير، فهنا التفكير يعتمد على حسب اللعب هذه الامور، اوكي. المشهد الثاني هنا نشوف يا جماعه الخير، عندنا هنا قارب، اوكي، عندنا هنا دلافين، عندنا هنا قرش، اوكي، ما في اي شيء ثاني بدينا نشوفه في هذه الصوره غير انه كذا. لاحظوا الان يا جماعه الخير كل العصافير هذه اللي جالسه تطير وكل هذه الامور، شاطئ البحر ما يديني اتكلم يا جماعه الخير، ولكن راح لاحظ في عندنا الوان هنا، لون وردي يا جماعه الخير، لون اصفر ولون ازرق، ما ادري ايش ترمز بالتحديد، بس يمكن لكل وحده لها مكان الخاص يعني، ولكن كذا مجرد يعني، اوكي، جالسين نحلل يا جماعه الخير، ما علينا تمام، ما فهمنا بالضبط ليش تعدد الالوان يعني، اوكي ما علينا. انا راح اشوف يا جماعه الخير المباني ما بتشبه ابدا المباني اللي جالسين نلعبها، شوف التفاصيل هنا، شوف الجرافيك هنا، لاحظوا الجرافيك في هذا المكان يا جماعه، الشمس كذا جايه بشكل اسطوري، انا ترى شفت لقطات الليك من قبل، فيا جماعه احس اللعبه راح تطلع اسطوري، تخيل انك تمشي بهذه الشوارع هنا، يا ساتر والله رهيبه والله. لاحظوا معنا يا جماعه الخير، انا جدا عجبتني ولافت نظر الاضاءه على البنايات هنا يعني، شيء جدا خرافي صراحه يا جماعه، والله شوف يا الله يا ساتر. اوكي. هنا طبعا راح نلاحظ دخلنا بيئة ثانية تماما اللي هي بيئة المستنقع وهذه امور الصيد، كانه الان شوفوا المركبة هذه، ترى هذه المركبة كانت محظورة بجراند 5 شالوها بعدين، فالان رجعوا شالوا حطوها، ولاحظوا الان السلاح اللي بيدها لهذه البنت اللي جالس الان راكب هنا يعني علشان الصيد اتوقع يا جماعة، والله انا في صيد بالموضوع. الان راح نشوف هنا فلامينجو جالسين يطيرون، في عصافير كثيرة يا جماعة، ليش جالسين يطيرون؟ لان في تماسيح هنا جايب هذا المكان، لاحظوا هنا التمساح هنا والتمساح هنا، فاتوقع في طابع الصيد ايضا في اللعبة، اتمنى، انا اتمنى من كل قلبي يعني، انتوا سويتوا لعبة تردد صيد اسطوري، جيبوا الميكانيكات حطوها هنا، لعبتين بلعبة خالصين يا حبيبي. المهم راح نجي لهذا المشهد يا جماعة الخير، راح نلاحظ في عندنا اول شغلة اللي هي جدا تعدديه يا جماعه الخير بالشعب يعني، وتعدديه بالاجسام ايضا يعني، لاحظوا يا جماعه الخير في اجسام معضله، في اجسام شويتين سمينه، في اجسام عاديه، في اجسام رياضيه، في كل شيء، كل شيء تتخيلونه، هذه كانت اكثر من جراند 5 اللي نشوفها يا جماعه الخير، حتى كمان في بعض اللقطات يعني نوعا ما هذا ايش جاي يسوي يا جماعه الخير، مشان يقولون انه في باللعبه اشكال والوان يعني، انت وحظك امين طب. انت وحظك يعني، فاهمين الفكره؟ فمشهد رهيب جدا صراحه هذا المشهد، جدا عجبني يا جماعه، لان شوفوا الرمل محلاه، حتى شوفوا اثار الرمل لما يمشي كيف يبين تحت، هذه تفاصيل ترى لازم نغض نظر عليها، لاحظوا الان يا جماعه الخير، شايفين هنا رجلها كيف داخله بالرمل، وشايفين اثار الرمل هنا، انواع السيارات وهذه الامور، طبعا لسه الان ما شفنا انواع كثير، ولكن لفت لي انتباهي اللمعان اللي موجوده على السياره، اعطيها طابع حقيقي بشكل مو طبيعي، ولو انه السيارات اغلبها من جي تي اي 5 يعني، ولكن هذه سيارات امريكيه، لسه ما شفنا السيارات الثانيه، اوكي، ولكن راح لاحظ اللمعان، شوف اللمعان هنا، في دقه اسطوريه يا جماعه الخير موجوده على السيارات، وهذا الشيء انا جدا متحمس له، وبالاخص متحمس شوف الحوادث كيف راح تكون تاثيرها على السيارات يعني، الى الان يعني احنا شايفين هذه السياره موجوده بجراند 5، هذه كلهم موجودين بجراند 5، لا نكذب على بعض يعني، هنا طبعا عندنا الملهى الليلي طبعا، بكل جراند جزء لازم يكون في ملهى ليلي، من فايس سيتي موجوده ذي الحركه اكيد راح يحطوها هنا كمان يعني، بس هنا مكتوب يا جماعه الخير ميك ترين مونديز يعني، كاتب لك خليها تمطر بالاثنين يعني، كل اثنين ممكن يكون في ملهى ليلي مثلا ما ادري والله، لان ميك ترين يعني خليها تمطر من ناحيه الفلوس، اوكي؟ لقاء العمالقه هنا طبعا، هذول رؤساء العصابات يعني، فدقه هنا الدقه ما يمديني اتكلم عنها يا جماعه، الدقه لا نتكلم عنها ابدا رجاء، لان الجرافيك اسطوري والله انا في هذا المكان.
وهذه الصورة يا شباب ترمز لأشياء جدا كثيرة. أولهم المدينة هذه، شوفوا تعدد هذه الطرق كيف فيها مرتبة جاية يا جماعة، لاحظوا أن الطرق كيف جاية، ما أدري شو أشرحك، ولكن الطرقات واسعة أكثر من جراند 5 اللي نحن الآن نلعب فيها. يعني بكل مدينة كذا في عندك جزر حوالينا، يعني شوف إذا كنت هنا في عندك مياه، إذا كنت هنا في عندك مياه، إذا كنت هنا، شايفين يعني في هذه الفكرة. شوف البنايات الكبيرة المضيئة هنا، وهنا عندنا الشارع هذا يا جماعة الخير، الشارع المشهور بالفايس سيتي نوعا ما يا شباب. المهم يا شباب شارع جدا بسيط، في عندك متسولين هنا أيضا ممكن يطلبون فلوس كالعادة بجدية 5 موجودين ايضا يعني. فالسيارات يعني انا كاني اشوف اشاره فيراري هنا يا جماعه الخير، ماني متاكد بس كاني اشوف اشاره الفيراري هنا، صلحوا لي اذا كنت غلطان. يعني هذه كانهم مو شايلينها، اشك بالله شباب هذه اشاره فيراري كانه، لا والله مو متاكد صراحه بس ما علينا. اوكي، او شوف سياره اللامبورجيني هذه كمان، فهن عندك سيارات جدا والله، في شارع سيارات الفخمه ذا انا بسميه الان. حلو كثير الشارع بالليل تمشي فيه صراحه يعني. ايضا كذا طابع انه في رقص حفلات كذا مالها ليله حركات، شوف المنظر من هنا يا جماعه، لاحظوا المنظر ما احلاه كذا، يكون عندك هنا مشوار بسيط روح الى او ماي جاد، كانه تشبه الجزيره كذا تلكاي بريك ولكن من بعيد لبعيد يعني. اوكي بس هذه الجزيره انا شايفها فاضيه بزياده، مثلا هذه شايفها فاضيه. راح الاحظ ايضا يا جماعه الخير دقه لون المياه ما احلاه، صايره كذا فاتحه اكثر ببعض الاماكن، غامقه اكثر ببعض الاماكن ثانيه. لون الرمل انا جدا احبه باللون الابيض هذا يا جماعه، لان كان اصفر بزياده بجراند 5. وهنا عندك مكتوب فايس يا جماعة الخير، طبعا شيء جدا حلو بكلمه فايس انه في اي اللي هي جي تي 6 يا جماعه. اوكي يعني عاملينها كذا كانه لعبه، والله شيء ده خرافي ما ادري والله. شيء ثاني لاحظته يا جماعه الخير هي مواقع التواصل الاجتماعي بجراند 6، لاحظوا معنا هنا هذه ما ادري ايش بالتحديد، ولكن في عندك قلب، في عندك رساله هنا، وهنا في عندك رساله محدده، يعني في اشخاص بيحطون كذا بوستات انت بس بتشوفهم الان شايفين. وهذا كان مثلا هنا حاطين يا جماعه الخير بوست محدد من الاوفيشال بوتش اللي هي جمعيه الرعايه بالحيوانات يعني، ومدري من هذه الامور يعني. المهم ما ادري نحن راح نساعدهم، خليكم متقيزين بالفايس سيتي هنا، يقول لك يعني سكان فايس سيتي خليكم متقيزين نوعا ما، تذكر دائما انك تشيك للزوار الغير مرغوب فيهم قبل انك تسوي حفله بول بارتي يعني، فقصده بالتماسيح يعني نوعا ما. فاتوقع المدينه نتصل بهذه او نشتغل معاهم علشان نروح يا جماعه الخير نشيل التماسيح، راح يكون في كذا ميني مهمات جدا حلوه صراحه نسويها، من ننقذ الناس مثلا، نسوي حركات، نصطاد تماسيح، ما اعرف يعني. بس هذا المشهد جدا خيالي والله، وانا اتمنى يا جماعه الخير من هذا المشهد يكون في بيوت كذا يمدينا نمتلكها، يكون فيها مسبح، بيوت امريكيه كذا بحت، يا الله كم راح تطلع حلوه والله. يعني نوعا ما العصابات هذه ما راح توقف عن المشاغبات والمشاكل، لان تجي الشرطه يا جماعه الخير وتطاردهم، ويصير في مطارده كبيره بالشارع جدا. راح الاحظ في بنتين هنا يا جماعه الخير على السياره، نفس المشهد هذا، هذول البنتين نفسهم هذول اللي موجودين على السياره طبعا يا جماعه، كانه هذه تيك توك يا شباب، لاحظوا القلوب اللي جالسه تطلع هنا، يعني كانوا مثل ما تلكم في شات هنا، في قلوب كانهم مسوينها تيك توك يعني عشان تعرفون. وهنا يا شباب عندنا مشهد والتمساح جالس يدخل داخل متجر، هذا مشهد لفت انتباهي نوعا ما لانه من كاميرا مراقبه يا جماعه، يعني نحن بالمهمات اللي راح نسويها مثلا يطلبون منا نجي راح نروح اما على بيوت اما على متاجر، الزبده راح ننقذ الناس بس كذا يعني، انا لا افهمه كذا، نحن مهمتنا نراقب ايش يصير وننقذ. راح تشوفون هذا ما همه يا جماعه الخير داخل التمساح، لا هذا مرعوب شويتين، هذول جالسين يصورون نوعا ما، ففي كذا عده احداث جالسه تصير بنفس الوقت، والمتجر شكله جدا رهيب يا جماعه مقارنه بجراند 5 يعني. المشهد بيرفكت جاي والله. وهنا عندك يا شباب عملية درعمة داخل مكان ما، طبعا راح تلاحظ هنا في عندك كاميرا بودي مكتوب يا جماعة، بودي كام اللي هي موجودة داخل الشرطة، اما راح نلعب بشخصية الشرطة او راح ننتحل دور الشرطة يا شباب، هذه لان على الساعة 12 بالليل تقريبا يا جماعة الخير صايرة، فعملية اقتحام، اتمنى نلعب هذا المنظور يعني، في بيكون شيء جدا حلو. وهنا كمان ايضا بينشر دائما اشياء يا شباب على مواقع التواصل يعني، انه في اشياء كذا جالسة تصير يمين يسار يعني. او ماي جاد هذه الحركة شباب لفتت لي انتباهي بشكل مو طبيعي يا جماعة، يعني اتوقع انه يمديك تسوي كذا حركة تسوق. اوكي تخيل مع السياره ماشيه وتسوي كذا حركات فوق السياره، دايم يا ولكم تطلع حلوه يا جماعه والله، بيطلع اسطوري والله. يعني عندك شخص جالس يسقى المزروعات، الكلوبات البسيطه اللي كانت يا جماعه الخير اصلا موجوده، العصابات البسيطه هذه مهمة تسوي عمليه سرقه، الشرطه جالسه تلحقها بالمشهد السابق اللي شفناه هنا تقريبا، لاحظوا الان الشرطه، فهم مسوين عمليه نوعا ما الاثنين وكاسبين منها فلوس كثيره، اتمنى هذا الشيء نسويه كثير يا جماعه. لاحظوا هنا يا جماعه الخير اثار الحادث، لاحظوا كيف كذا في اثار تبقى موجوده يعني واقعيه بزياده، هذه كيف كذا، شوف الالوان هنا تحت الاشياء، الزجاج المرمي على الارض، ملاحظين هالتفاصيل، شوف هذه كمان، يعني في اشياء كثيره حلوه نوعا ما بانتظارنا يا جماعه اتوقع. في هذا يا جماعه الخير كمان مشهد من داخل السجن بكلام اسباني نوعا ما، فراح نلاحظ عده لغات داخل اللعبه يا جماعه الخير من عده قنوات مختلفه يعني اتوقع، ما عندي فكره ايش هذه بالتحديد ولكن ما لانه. لاحظوا هنا يا جماعه الخير عمليه السرقه، شايفين هذه اللي اتكلم عنه الان، انه ممكن تصير هذه السرقه وتدخل السجن هذه ونحاول نساعد
نساعدها بهذه الشخصيه او نحن نلعب هذه الشخصيه ونحاول نطلع برا يعني. هذه هي عمليه الاقتحام اللي اتكلم عنها شايفين. فهذه كانت تحليلاتنا بالنسبه لجراند 6 يا جماعه الخير للتريلر الاولي، لسه في تريلر ثاني راح ينزل وثالث يمكن حتى كمان ما نعرف يعني. اكتب لي رايك يا عزيزي بالتعليقات عن هذا التريلر، ايش رايك فيه، كان حلو ولا لا يعني، كان بالانتظار ولا لا. بالبدايه انا ما حبيت كثير، ولكن لما حللت بديت اتعمق اكثر احب اكثر. في كثير منكم راح يسالني ما بكره ايش راح اسوي من هنا لعام 2025، ما ايش راح نلعب بالتحديد. يا جماعه الخير تعالوا كلكم انضموا لسيرفر جراند 5 الحياه الواقعيه اللي جالس العب فيه انا يا جماعه، اوكي تعالوا كلكم هذا السيرفر. بهذا السيرفر بدك تتقمص شخصيه وتلعب فيه يا جماعه الخير وكانك بالحياه الواقعيه يعني الان، اوكي. اليوم راح نسوي حفله حتى بيت الفاميلي، تعالوا كلكم بيت الفاميلي رقم 272 يا جماعه، كلكم اجتمعوا هناك. اللي حابب يتكلم معي في اي موضوع حابب يعني اليوم كلنا راح نكون موجودين باللعبه. سجل دخول يا عزيزي واكسب 100,000 هديه مني من هنا لنهايه الشهر يعني، رابط موجود بالوصف يا جماعه الخير، تعالوا كلكم للسيرفر يعني. يعطيكم الف عافيه وخلينا كلنا نلعب مع بعض يا جماعه لين ما تنزل اللعبه هذه وبعدين نلعبها، اوكي. السلام عليكم يا جماعه الخير، في امان الله.